صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من مؤتمر صحفي للاعلان عن ضخ استثمارات جديده، استثمارات فرنسيه في مصر للكشف المبكر عن الاوبئه والامراض. ناس كثيره جدا مننا او يمكن كلنا سمعنا عن مرض او فيروس كورونا، وناس كثيره مننا جدا خايفه او بدات تاخد بالها وبدات حتى لو بتهزر لكن بدات ان هي تحط الموضوع ده في دماغها. بنسمع اخبار كثيره جدا عن انتشاره كمان في دول كثيره. خلونا نعرف أكتر إزاي هنقدر إن إحنا نقي نفسنا منه. خلونا نعرف أكتر عن أهمية الكشف المبكر عن الأوبئة والأمراض، وعن قد إيه مصر هي مكان للاستثمار. كل العالم بقى بيبص لها بنظرة رائعة جدا، وكل العالم بقى شايف إن هي مكان مجهز ومؤهل ورائع جدا للاستثمار. خلونا نعرف كل الحاجات دي من النهاردة معاكم في المؤتمر. خلونا نتابع أكتر مع حضراتكم. إحنا شايفين إن مصر مناخ جيد جدا للاستثمار، وشايفين كمية المبادرات اللي تم على مستوى الرئاسة، وبنشكر سيادة الرئيس لاهتمامه البالغ بصحة المواطن المصري. وطبعا احنا سمعنا كلنا عن كامبين 100 مليون صحة. احنا دورنا ان احنا نكافح الامراض المعدية، واحنا بنحاول نبذل قصارى جهدنا ان احنا نوصل لتفاهم مع وزارة الصحة المصرية من خلال مذكرات التفاهم وما الى ذلك لتقديم الدعم والعون في هذه المنطقة. هو الحقيقة الشركة دي اللي احنا مثلا بنتكلم عليها حاليا او في الايفنت بتاعتها او مناسبة تواجدها، احتفال بتواجدها، هي موجودة من زمان قوي في مصر، لكن موجودة كنشاط تجاري. اول مرة الشركة تيجي بنفسها وتفتح مكتب علمي ليها هنا في مصر. والحقيقة احنا لينا طلبات كتير قوي كناس متخصصين في المجال ده من الشركة، لانها من الشركات الكبيرة، وبالتالي بنتواصل معهم بصورة أفضل، بنقول لهم على المشاكل اللي موجودة في السوق المصري اللي تخصنا إحنا وطبيعة مرضانا. زي مثلا إحنا عندنا بعض المشاكل الصحية مش موجودة، وزي ما حضرتك تفضلتي إنه الكورونا موجودة في الصين لكن مش موجودة في مصر، ومثلا كان فيروس سي موجود في مصر ومش موجود في أماكن تانية بنفس النسبة. فدي الخصوصية بتاعة البلد، هم دلوقتي هيقدروا يحسوا بالخصوصية بتاعة البلد أكتر، وهنتعامل معهم في بحث علمي كتير لان هي من الشركات الكبيره زي ما قلت. بصوره عامه، استثمارات او تبادل تجاري بين مصر وفرنسا ممتازين، والارقام بيزيدوا من الناحيتين. صادرات فرنسا بيزيدوا، صادرات مصر اهم حاجه بيزيدوا في الفتره الاخيره، زادوا في استثمارات جديدة زي ما جت شركة عملاقة كبيرة بيوميريو. صحيح انه متواجدين هنا بس كانوا متواجدين كموزعين، دلوقتي متواجدين كشركة. دي شركة شركتهم رقم 43 ضمن استثمارات في العالم. وانا بأكد على نقطة، اذا كان شركة بيوميريو قم بعد دراسات طويلة استقروا في مصر، أولا عشان ينتجوا هنا وكمان يصدروا للسوق الأفريقي، لأن مصر بوابة السوق الأفريقي، شرق أفريقيا، 19 دولة، 510 مليون نسمة، يعني 510 مليون مستهلك. ده واحد. ليه استثمروا هنا؟ لأنه عندهم ثقة، وده بالنسبة لي أهم، عندهم ثقة بالسوق المصري، بالأوضاع مصر، بمستقبل مصر، بإمكانيات مصر، عن طريق قانون استثمار جديد، عن طريق يقدروا يحولوا الأرباح، تحويل الأرباح للخارج، تراخيص في دلوقتي أحسن وأحسن. مش بقول 100%، مش حاجة 100%، بس بدأت تتحسن مناخ الاستثمار. والمستثمر عايز يجي يستثمر ويشتغل ويكسب ويحول. دلوقتي كله ده متوفر، البنية التحتية متوفرة، كوميونيكيشن، الاتصالات موجودين. دول طلبات بتاع المستثمرين.